بيك. أهلا عسام، عسام اخويا، عسام مرحبا بيك، تفضل. وبيك عايش. مريض أنا من 2010، حامل لي فيروس فقدان المناعة المكتسبة. هاي من 2010، كيفاش صارت لك العدوى أمين؟ والله معناها مشي عندي لغة طويلة، لكن مش ناخد كهرباء أنا من السياحة اللي مشيت مش نكتب أنا، ولا تعرفت على بداية وعمل بناية متسقطة تقريبا الفاك هاي عارفة مريضة اتعمدت أنا هذه البريود 2007 بالضبط، أنا سقطت بروحي 2010. هاي العلاقة كانت معها 2007، ما صارت لكش حتى عوارض جسدية خليتك تعرف انك انت حامل للفيروس؟ بعد بعميل في السخانة والغير معناتها نقولوا نحن جريين جوف سخانة، هذاك اللي يخليك انت تمشي تقوم ب سخانة سخانة سخانة، اي وقعدت تقريبا عام كده، عام وانا نتمنى روحي وبعد مشيت. لين تعكرت حالتك الصحية، معناتها ملو بكل ما كنتش الأعراض هذية تعتبرها وتخسيلها من جراء العلاقة الجنسية هذيك، فقعدت لا عام وأنت تعاني من مشاكل صحية ومشيتش تعالج. مشيت انا للسبيطار ومشيت للاستاذاني بتاع الرابطه وقت المثلا اي وبعدين بعثتني لقسم قسم المواقع في الرابطه اي سكت عرفتني هي اي هي انا ما مشيتش ما مشيتش وقت الجواب لي بعد تقولي هي بعد عندي انا مخبي بعد مشيت هزيته ومشيت لهم هيك راكبين. إذا مرة برك أنت قمت بعلاقة مرة واحدة مع الفتاة هذه؟ هذا الواحد أي معناتها يسوفي دون سول فوا، معناتها مرة واحدة وتعديت بالفيروس هذا. من الناحية الجسدية، من الناحية الصحية، أعطيني أكثر تفاصيل حول حالتك والحالة اللي وصلت فيها قبل ما تاخذ العلاج، ونتصور أنه توا قاعد تاخذ في العلاج أمين. الطريقة دولة معناها قبل ما نمشي للسبيطار ديما سخانة والفشلة والسخانة والفشلة. اي. ومن بعد مشيت للسبيطار وقلت شهر تقريبا. اي. ومن بعد سمعت بالمرض في السبيطار من اللون تعبت. تعبت أمين. 6 شهور الأولى تعبت بالجد. وقعدت تاخذ في التري ثيرابي هكا؟ المرة الأولى أنا كي مرضت في 2007. اي. أنا عرست 2008. وقعدت معايا المرأة الأولى هي عام ونص معناها ما زقتش بيه والمرأة تعبت وطلقت بعد الطلاق معناها. معناتها فقت بروحك بعد ما عرست أنك أنت حامل للفيروس. بعد ما عرست طلقت. وأعلنت زوجتك بال 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 بالإصابة هذه؟ هاي علمت هاي زوجتي الأولى هي علمت. علاش تزوجت مرة أخرى أنت؟ عرست مرة أخرى عندي 4 صغار والحمد. عرست مرة أخرى بامرأة صارحتها إنه أنت حامل الفيروس؟ لا في بالها. في بالها بتبيعها. في بالها وعرست بيك وجبتوا صغار أنت حامل؟ 4 صغار. إيه؟ 4 صغار. أنت حامل الفيروس وهي حامل الفيروس كذلك؟ إيه جبنا 4 صغار لبيت. قال جبنا 4 صغار لباس وهي حامله الفيروس. هي حامله الفيروس زاده. بما انه يتعديل بالسائل المنوي المفروض انه تتعديل المراه، يعني مش المفروض تنجم تنجم. اي اسمعني اسمعني، ما هو اي قل بالنسبه للموضوع هذا فما ناس فما معناها الفضل غبي للطب، فما ناس خدامه تخدم. دكتوره كبير دكتوره ريم عبد الملك ناس تخدم ضمير بقلبه غبي. ناس قدامها تخدم معناها مش ناس تلعب. باهي اذا تقول لي انت تزوجت جبت 4 صغار لمرتك حامله للفيروس، انت حامل الفيروس والصغار طلعوا الحمد لله لاباس. اي لاباس 4 لاباس. متباع ما رضعوش من عند امهم. نعم؟ ما رضعوش من عند امهم. ما رضعوش من عند امهم. باهي اذا تو في شجعونا الطب معناها دكتوره كبير دكتوره اللي معدل لك هما شجعونا على الصغار معناها. باهي مهم برشا الصغار معناها. اي
باهي، مهم برشا المعلومة هذية. فقط أمين، في إطار التعايش مع المجتمع، وأنت حامل للفيروس هذا قبل ما تتزوج وتتهنى وتجيب الصغيرة، تلقيت صعوبات؟ لقيت خاطر ما نعطي حد، أنا بطبيعة مش خاطر خاطر واحد ما مش مكتوب على جبيني محالة، وأنا ما نكتب مع روحي إنسان خدام، أنا بطبيعة ما كاين أبقى خمس طموح. بقينا شنو فما البلاد هذه بصراحه يعني ثم مسؤولين، ثم ناس تخدم بالرسمي كيما الطب تخدم، ناس تخدم بضمير وبقلب ورب. اي ثم مسؤولين اخرين، لو انا مثلا انا ما عندي بطاقه اعاقه، اول مره بطاقه اعاقه انا من 2010 نخدم على الكشك ما طلب حد شيء. انا خدام خدام، انا معيش صغاري لبنات يقراوا الحمد لله، انا ولد نتاع المكتب بصحة نتاع القسم الحمد لله رب العالمين معناها. اي يعني 10 سنين وهم يمنوا فينا. 10 سنين. وصلت الرياضة أنا نفسها مين تعبت ما تعبتش معناها من المرض من الدمار بتاع المسؤولين يعني. بعد تقريبا عامين ما نشربش الدواء. 2019 كأنه قاعد تنتقم من الوضع الوضع ككل، مش لأنك أنت تعديت. أي يعطي مثلا لو أنا كنت نزل في تونس في البلاد عطوها في الخدمة وكذا، عطوها الناس ما تستحق. نلتبس عليهم الراس وانت مريض ويعرفك وتهزني شهاده الطبيه وتهز وكذا ويرفضك علاش ما نعرفش. معناها ما قلتوش تعطيني لا شهريه لا دار حتى يعني الحمد لله بعد فزت وبعد ما كذا بالنسبه للدار مشيت خطوه كبيره كبيره، خذيت عملت خطوه كبيره مشيت انا غير هنا رئيس. الحمد لله الحمد لله. باش نرجع لك لزوجتك الاولى، قلت لي انت عديتها، كيفاش وضعيتها؟ هل مازلت باتصال معاها؟ كيفاش وضعيتها؟ قاعده تاخذ في الدواء؟ تعالج؟ تزوجت ما تزوجتش؟ تزوجت وجابت الدواء حتى باهي. مهم برشا. حاجه اخرى تقريبا في اطار هذا العلاج، هل صعيب بالنسبه للشخص اللي حامل الفيروس اي والا لا؟ هل صعيب بينك وبينه حربوشه في الليل؟ مش عباره واحده مريض بالسكر ولا لا اعلم، موضوع زي بتبيعتها احنا ما نحكيوش في الدار خلاص، ما نحكيوش في الدار بالطلاع ولا حربوشه في الليل شباب هكا. كيفاش تقبلت عائلتك انك انت متعايش مع هذا الفيروس؟ واحد انا زي ما حكيت لحد ما حكيت لحد احد خليت. هل قمت بعلاقات جنسيه قبل الزواج؟ قبل الزواج غير محميه؟ لا لا، انا طلقت ماي 2010 على ديسمبر 2010. باهي. انا بين الطلاق والعرس 6 شهور. باهي. وفي البدايه كيفاش كان التجاوب مع زوجتك الثانيه؟ على خاطر زوجتك الثانيه وقت اللي خذيتها ماهيش حامله للفيروس، صارحتها او قبلت منه عادي نورمال؟ قبلت عادي وتعايشت مع الوضعيه هذيا، وقبلت ان هي زادت تمرض بهالمرض هذيا وتاخذ في العلاج هي زاده؟ هاي بتبيعها، ما انا كيما تخرجي بعدين. مهم برشا. اذا طريقه العدوى كانت في اطار علاقه غير محميه، ما فماش حاجات اخرى جانبيه اللي يمكن تشك فيهم؟ لا لا، ما انتبهت المواضيع الاخرى. باه، مهم برشا سي امين، مشكور على المداخله، مشكور انك قدمت التجربه نتاعك في المباشر. وانا نوعا ما استغربت شويه لانه نعرف ينجم الفيروس هذا ينتقل من الام للجنين. ينجم، مش معناها مؤكد باش ينتقل، اما هنا شفت نشوفه معناها تو تبارك الله قال عنده 4 صغار وكلهم لاباس. معناها كي يبدا في اطار معناها متابعه طبيه، دونك فما هاكا هذوما دي سبيسياليست اون انفيكسيو اللي يتكلم عليهم، فما ان سويفي، فما لي تيست قاعدين يتعملوا تلقاهم توتولون دو لا غروسيس، تلقى دونك ينجم معناها تكون النتيجه ايجابيه، معناها هاكا الحمد لله عمل العائله وعنده معناها 4 صغار ولاباس وفي صحه جيده، مي يا ان سويفي معناها مش وحدهم هكاك وجابوا الكل تلقاه محضر، الكل مبرمج، كله معناها فما متابعه، فما تحاليل، فما ريت قالك مرض ومرض عادشي، معناها قالوا لهم تلقاهم معناها لي ميدسان علموهم شنو اللي يلزم يعملوا شنو ما يلزمش يعملوا، فهمت؟ دونك كون سي بيان كادري بيان سويفي ينجم الانسان
يعيش حياة طبيعية، يعيش حياة طبيعية. لكن ما نعرفش هو معناها أكد أنها مرته معناها الثانية معناها وقع إصابتها قبل العرس ولا بعد العرس، اسكو حامل الفيروس ولا اسكو هي حامل الفيروس ديجا من قبل ولا لا، خاطر هو ما حس بنا ما يعني ما نسالوه لانه هو مازال معنا هو. على التليفون. بالنسبه لسي امين، بالنسبه لزوجتك الثانيه، هي من قبل حامله الفيروس والا صارت العدوى منك انت؟ مني انا بعد العرس. بعد العرس، بعد العرس، بعد العرس. الصغير كثير يقعد عام ونص يحلل يتبعوه، يقضي يتبعوه فيه. هو عدوى من الاول نتاع اربع جماعات اي، وبعد يكمل الدراسات كل ثلاثة شهور تحليل حتى يصل عام ونص. اي اخر تحليل العام ونص معناها يطلع نيجاتيف، معناها ما عادش تحلل شيء. مهم برشا والله، تبعث الامل لمجموعه الاشخاص يمكن اللي قاعدين يسمعوا فينا وقد هما زاده حاملين لهذا الفيروس ومتعايشين معاه. بالحق معناتها نشكروك برشا امين انه نعم تاع البلاد هذه. انا بصراحه ما عدا الاطباء، ثم ربي الناس تخدم قلب رب يعني، الناس تخدم ضمير. انا الاطباء في القسم اللي نعدي فيه اقسم برب العزه مره اخرى راقد في السبيطار، الناس تجي 8 تاع الصباح تروح 6 تاع العشاء. تخدم ما عدا الاطباء، الناس تو كشكي رسول الله من نزل عليه من عام 2010 لا حس لا بدار لا بشهرين، حكي لي تو نخدم وحدي يعني. لما باش انا ساقية موجودين ويدايا موجودين ونخدموا لاباس. انا ديجا والله يكلم فيك تو، انا راني بايت في السوق معناها، كنت اسمع فيك من التليفون. ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك سي امين، وعلى كل صوتك مسموع عبر اذاعه تي اف ام. مشكور على المداخله. اذا في اطار الحاله هذه كما قلت انا في البدايه انه يبعث الامل للاشخاص يمكن قاعدين يسمعوا فينا توا ويمكن ما يحبوش يحكيوا على وضعيتهم الصحيه، انه في بعض الاحيان الناس كما قال هو ما حكيت لحتى حد، وما هذايا سر منخليه لذاتي، حكي فقط للمقربين ليه، زوجته رغم وزوجته كانت ماهيش حامله الفيروس ورضات انها تحمل الفيروس هذايا وتنجب اطفال والحمد لله لاباس. يستحق بصراحه معناها توا هو مواظب على العلاج، وفما معناها عنايه باهيه حتى هالصغار، وهو متبع يعرف بالضبط وقتاش التحالي، وهو بريتو طالب باش يخدم معناها وينجم يخدم. دونك يستحق المساعده الاجتماعيه، ويستحق بصراحه معناها الاحاطه، ويكون هو بيده معناها عبره للناس الاخرين معناها باش. وهذايا راهو احنا المرحلة هذه هنا يولي الجانب الاجتماعي هو اللي باش يحمي من ناحية من الجانب النفسي، خاطر كان يقعد زاد هو ما يخدمش ولا يقعد في صعوبات مادية باش يوصل الاكتئاب، باش يوصل لأعراض نفسية كبيرة. وإن شاء الله ليه معناها ربي يحميه وطوي إن شاء الله يلقى معناها المساعدة والإحاطة، لكن هذاك باش يكون وقاية من الجانب النفسي وحماية، وزاد حتى على مواصلة العلاج وحتى من الجانب العضوي والجسدي هذاك عنده قيمة. فهمتني؟ دونك معناها يا فريمون انديكاسيون انه اي بريوريتي انه يلقى احاطه اجتماعيه، وسورتو انه معناها بو عائله وعنده صغار ومسؤول وبنته تبارك الله قالك تقرا، معناها قايم بواجبه، انسان مسؤول ماهوش فهمت. لانه في بعض الاحيان في بعض الاحيان يمكن اشخاص تنجم تمرض وتسلم من الجانب تسلم في كل شيء، وابار تسلم كيما معناها فما حالات اللي باش تسلم وتستسلم وتدخل في عزله واكتئاب وان ديزانسيرسيون سوسيال احنا نقول، لكن اخطر من هذه فما حالات اللي باش يولي في نوع من نقمه على المجتمع، وقول كان المجتمع ما استعرفش بيا وما عاونيش وما قيتش كيفاش معناها ما اعانه اجتماعيه اعانه اللي هو من جميع النواحي، ويقعد حافظ سره ويقعد ينقل في الفيروس نوع من الانتقام نوعا ما، يقعد يحمل معناه ينقل في الفيروس علاقات غير معناه محمية. دونك هذا يولي خطر معناه، هذا سيتوناغم معناه سلاح مسيب في الهكاكة، فهمت كيفاش؟ دونك مسؤولية معناها زادة مسؤولية كبيرة هذه، دونك أنه يقع مساعدتهم وأنه يكون معناه لميز ان بلاس دي مويان نيسيسير سور لو بلان سوسيال وماتيريال وسانيتير كل معناه حماية زيادة للمجتمع. أكيد مازلنا باش نتواصلوا معاكم شوية آخر باش نعرفوا كيفاش الجانب الاجتماعي قادر إنه يحمي وإلا يخفف الأعراض أو يخليها ماهيش متواجدة. نحكي على الأعراض النفسية أكيد هذا كل باش نحكيه فيه بعد الفاصل.